بالفترة الأخيرة لاحظنا نشاط كبير للفنان وائل رمضان على السوشيال ميديا، فتصدر بأكثر من مرة عناوين الصحافة بسبب تصريحاته على شبكات التواصل يلي اعتبرها البعض بأوقات بمكانة وبأوقات كتير مستفزة. هاي المنصة فتحت للأميين والجهلة والتافهين إنه يعبروا عن آرائهم التافهة والأمية والجاهلة اللي مثلهم. يبدو وائل وصل له القناعة بعد ما خاض عدة سجالات بالفترة الأخيرة على السوشيال ميديا كان الكل شاهد عليها، ومن الجدل يلي لاحقه بعد ما نشر صورة بوستر مسلسل شارع شيكاغو وكتب بعدستي ليرد على الهجوم يلي طال زوجته سلاف فواخرجي. فبدفاعه وقتها عن سلاف وصف بأنه بيفتقر لأهم صفات الرجل الشرقي وهي الغيرة. رجل مو بس بالغيرة، رجل عنده كتير سمات، أهم أنه لازم يكون رجل أمام الأنثى اللي هي بتمثله واللي هي بتعنيه، فلازم يعبر عن هذا الشيء بأي موقف أو أي فعل أو أي كلمة. فالطبيعي أني أنا أكون قدام سلاف فواخرجي حتى للموت، فأنا أبداً ما بندم أني عملت هيك، ولو تكرر الموقف بعمله مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لأن سلاف تعنيني وأنا بعرف شو سلاف وبعرف شو عم ساوي. وبهالطريقة الفكاهية رد وائل على بعض الأشخاص يلي شافوا دفاعه عن سلاف كان بسبب تأديته أيضا لمشهد قبلة جمعه بنادين سلامة بنفس العمل. معلش تعطيني أسماء هدول البعض اللي عم تحكي عليهم؟ مو طبيعين على الفيسبوك. اسمعهم كلهم مع أسماء أمهاتهم. لا لحقلك شيء، هلأ هي وجهات نظر الحياة عموما، يعني اللي بتشوفيه انت صح ممكن انا اشوفه غلط، واللي بشوفه انا غلط ممكن انت تشوفيه صح، هي وجهات نظر، الدنيا كلها وجهات نظر، فانا ما بدي صادر وجهات نظر للناس، بحترم آرائهم بما يصل الى حد الاخلاق والادب، بعدها بفقد الاخلاق والادب بتعامل معهم باخلاقهم وبادبهم. أما الهجوم الثاني اللي تعرض له وائل مؤخراً كان بسبب نشره لسكرين شوت على صفحته، أظهر من خلاله رده على شخص عم يطلب منه مبلغ مالي كمساعدة قدرة 3000 دولار، وهذا الرد عنوانته الصحافة وائل رمضان يهين أحد متابعينه. نحن منتعرض لكتير مواقف، يعني الناس بتفكرنا أنه نحن يعني قاعدين ببرج عاجي و ما منفطر غير عسل ولوز وإنه يعني مترفهين، وإنه نحن مثل البشر، يعني بالنسبة لنا الحياة منعاني فيها مثل ما بيعاني أي إنسان، نستنى بنزين ونستنى المازوت ومنعاني من الكهرباء، كله هذا بيمرق علينا عايشينه، وخصوصا نحن ما طلعنا من البلد، يعني نحن ضلينا مصرين مصرين مصرين، ما بعرف إذا بدنا نندم إنه إحنا قاعدين بالبلد وحابين نضل بالبلد، فنحن مثل هاي البشر ما منزيد عنهم شيء، بالعكس إني أحسن منا. هاي أولا. وقت اللي بيجي أنا بيجيني كتير طلبات ضمن إمكانياتي أكيد بقدر ساعد وبساعد، وما في داعي نحكي وما في داعي أقول ولا أنا عطيت ولا أنت ولا حطيت عيب أصلا، مثل ما أنا بلحظة من لحظات بتضايق وبطلب، كل حدا بيوصل لمرحلة بيطلب أو بيحتاج. هلأ وقت بيجيني أنا طلب من حدا واضح أنه هو مانو سوري، لأنه السوري ما حيطلب بالعملة الصعبة أوكي، ويطلب مبلغ مثل هذا أنه متضايق، فرح أقول له أنت حمار شي، لأنه فعلا حمار وما حدا بيطلب هيك طلب غير الحمار. قال لا، اللي أحلى من هيك أنه الانتقادات اللي أجتني أنه كيف فنان عم يقول حمار، على أساس أنتو يعني بحياتكم ما سمعتوا كلمة الحمار ولا كانت يعني مكتوبة فقط بكتاب القراءة بالصف الثالث الحمار والناجوة وإلى آخره. بشوف أنه الفنان لازم ينتقي مفرداته أكثر كونه قدوة بالنسبة للجمهور. هي خلي بقية الفنانين ينتقوا مفرداتهم، أنا ما بدي انتقي، أنا هيك منتقي وخالص. ومو بس وائل وسلاف هنن يلي تحت الضوء، حتى أولادهم حمزة وعلي كمان الجمهور بيضل عنده فضول يعرف أخبارهم، وظهور علي مع سلاف مؤخرا خلاه يتعرض للتنمر من قبل الأشخاص يلي كانوا عم يحضروا اللايف ليبين على علي انزعاجه من الموضوع. ماما هاتي هاتي أصلا أصلا طب ليش أنا؟ شو عمر إنه؟ ليش عم يسبوك أنت؟ ما بيفهموا شو يعني طفل، شو يعني أحاسيس، شو يعني أحاسيس. حتى بيقول لي يا نسمين، تاني بيقول لي انه ليش اكل كثير، شو عن قبط؟ ايه انا سمين. قاموا انك سمين انت عاد. انا سمين بعدين هلا طول القصه. فكيف تعاطى وائل مع يلي صار؟ علي اوعى مني اذا بدك، فهو اكيد ما تأزم وما تضايق، عنده وعي وعنده ادراك انه يعرف انه في ناس جيدين بالحياه، في ناس سيئين، في ناس احسن مني واحسن منه، في ناس متنوعة على البشر. يعني نحن مجتمع ما بيلبقنا السوشيال ميديا إطلاقا، وهذا شيء دخيل علينا وعلى ثقافتنا،
ممكن بلحظة من اللحظات ينمي هاي الثقافة ويعمل شيء إيجابي ممكن يكون كتير سلبي، مثل ما عم نشوف لما بيجي أي حدا ما بعرف شو صفته ولا شو بيشتغل ولا مستوى العلمي والأدبي والثقافي والمرجعي والمخزون اللي عنده، بيحط لك تعليق لكلمة أنت قلتيها. يا أخي مو عجبك التعليق اسكت، ما في داعي للشتائم والمسبات وإلى آخره. هاي المنصة فتحت للأميين والجهلة والتافهين إنه يعبروا عن آرائهم التافهة والأمية والجاهلة اللي مثلهم. وبالخطاب ما كان فينا نشوف وائل وما نسأله عن نيته بالزواج سراً على سولا وشو صار بعد ما صارحها بهالفكرة. كمان ببوستاتك أنت بتشارك العالم كل حتى أفكارك شو بصير معك، كتبت أنك بدك تزوج سري، كنت من الست سلاف، حدا بيكون عنده ست سلاف بده يتزوج عليها؟ لا لا، هي ما أنا يعني هي مسحة نكتة نحن منقولها مثلا بيت بعض، أنا عممتها. أنا بحب بلحظة من اللحظات يعني مثلا طالع هاي اللحظة الإنسانية أو اللحظة اللطيفة، فبس أكيد مو هيك. أنا أقول زياد الرحباني فتحت بيت من يعرفان شلون بدي سكره أفتح بيت تاني. شو صار بعدها؟ أنت كتبت ما يعني أكيد تخيلت شو صار بعد هاي الجملة، ما تخيلنا شو صار بعد ما قلت لها بدي أتجوز عليك. اسألوا مشفر رازي. وين القطب؟ باين معك إنه هذا كندرة 38 نسواني. لا عاش ولا بدي أعيش، بدي أزعلك، فهمتي؟